البداية شانطال من عرسال، حيث ينضم إلينا الزميل نخلي عضيمي لإطلاعنا على الأجواء لديه. إذا نخلي، كيف تبدو الصورة لديك؟ هل من مؤشرات ما؟ نعم يعني ماجد، في اليوم الخامس على حادثة عرسال هناك تطوران لافتان. التطور الأول هو انكسار الحواجز يعني بين أهالي عرسال من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى، أما التطور الثاني فهو الدوريات يعني العديدة التي قام بها الجيش اللبناني في عمق بلدة عرسال، وهذا حصل يعني تحديدا بعدما توجه عشرات الطلاب من بلدة عرسال بخطوة حضارية باتجاه الحاجز الأساسي عند منطقة أو عند مشارف بلدة عرسال باتجاه اللبوي، وقدموا الورود وإكليل الزهر للجنود الموجودين هناك من فوج المجوقل واللواء السادس، وبالتالي كانت هذه الخطوة خطوة لافتة، وقد قابلها أيضا الجيش اللبناني برحابة صدر وبترحيب كبير، وقدموا لهم الحلوى وحملوا الأطفال إلى المدرعات التي هي موجودة عند هذا الحاجز. يعني هذه الخطوة يمكن أن نقول أنها كسرت من حدة الاحتقان الذي ساد في الأيام السابقة، وهي سوف تؤسس على ما يبدو لمرحلة جديدة بدأت تظهر من خلال الدوريات يعني المكثفة والدخول اللافت للجيش اللبناني والمتواصل إلى عمق بلدة عرسال. كذلك الأمر حضر يعني إلى المنطقة وسط هذه الأجواء وعلى وقع النشيد الوطنية والنشيد الوطني اللبناني، كان هناك حضور أيضا لافت للعمل عميد الركن زياد حمايسي مدير العمليات ولقائد فوج المجوقه العميد جورج نادر، وقد قاموا بجوله على الاجراءات الامنيه التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني. نحن يعني هنا تمكنا او وصلنا الى بلده عرسال والى داخل بلده عرسال التي تظهر هنا خلفي. الحركه يعني اليوم هي حركه شبه طبيعيه فينا نقول، هناك هدوء داخل بلده عرسال بانتظار ما ستؤول إليه التطورات اللاحقة والإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الجيش اللبناني. يعني هناك حركة، الجميع فتح محاله وذهب إلى عمله. حاليا يعني إذا فينا نشوف يعني ماجد المنطقة التي حصل فيها أو حصلت عملية الجيش فيها مع الزميل بيير أبو كرم، يرينا الآن المنطقة التي حصلت فيها عملية الجيش وفيما بعد المنطقة خلف هذه القمم التي حصلت فيها الاشتباكات يعني مع الجيش اللبناني، وبالتالي يعني الأمور هنا يعني مفتوحة على احتمالات عديدة في الساعات المقبلة، ولكن يمكن القول يعني حاليا أن هذه الخطوة التي حصلت اليوم والحواجز التي انكسرت بين أهالي عرسال من جهة وبين الجيش اللبناني من جهة أخرى يمكن أن تؤسس إلى مرحلة مقبلة، مع تأكيد المصادر العسكرية للإم تي في أن إجراءات الجيش متواصلة يعني حول عرسال وأنه هناك تصميم على تسليم المطلوبين للجيش اللبناني. على جميع الأحوال سوف نكون الآن مع عدد من التصريحات التي حصلت خلال زيارة الوفد الطلابي إلى مركز الجيش على مشارف بلدة عرسال. ونحن تحت الدولة، تحت سقف الدولة، نحن تحت سقف الشرعية، نحن بنعتز فيكم وبهذه المؤسسة وبرئيس البلاد وبقائد الجيش وفيكم انتم. الله يخليك. ونحن مين وانتم مين؟ عدم مؤاخذة، أهل عرسال لا يمكن حدا يحسن يسلخي من هذا البلد أبدا. ومن هذا الوطن، عدم مؤاخذة. ليش حسيت ولا حدا عم يسلخ؟ لا ولا ولا تدابير كل حدا مش كرمالنا. الله يخليكم، لا يهمكم، انتم بتعرفوا انه عرسال هي ضيعتنا واهل عرسال اهلنا. نعم. ولا اي شيء بيننا وبين اهل العراس، لان انتم بتعرفوا. لا 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 ابدا ابدا. هذه هي لغتنا الحقيقية مع الجيش اللبناني، نحن نتعامل اليوم مع الجيش بلغة الوردة وليس بلغة الرصاص، نتعامل مع الجيش اللبناني بلغة المحبة وليس بلغة البغض، بتهدئة النفوس وليس بشحنها. نحن نرى يد الفتنة التي تمتد داخل بلدتنا وداخل الوطن، نرفض ما حصل وما يمكن أن يحصل. نحن نثق بقيادة الجيش، نثق بالمؤسسة العسكرية كمؤسسة جامعة لكل اللبنانيين. نحن ليس عندنا إمارة وليس عندنا عفوا تنظيم، ما حصل هو عمل شعبوي، عمل عشوائي، لا يمكن لأحد أن يمسك بأحد، ما في عسكر لحتى تمسك وتقول له سلم نفسك. على المؤسسة العسكرية أن تقوم هي بدورها بحكمة، لا تظلم أو لا تعاقب عقوبة جماعية،
ليس كل عرسال، 50,000 إنسان أخطأوا بحق الجيش، حصل أخطاء متبادلة، هناك أسف من الناس، الجرح الذي أصاب أهل الشهداء أصابنا جميعا. المطلوبين واللي رفعوا صياحهم على الدولة وعلى الجيش ما عم يقولوا هني مع القضاء ومع ما من رسالتنا إلا أنه يساعدوا الجيش والدولة بتسليم المطلوبين وخلي الدولة تاخد الحق ياخد مجراه، ونحن وياهم أهل، نحن وياهم نافس وحدة وأهل. جينا نقدم وردة بيضاء مثل قلوب هودي الصغار لينشدوا النشيد الوطني اللي كتير من السياسيين اليوم نسيانينه. وبالأمس كمان نادى المنادي فلبينا النداء في نهر البارد، وجبنا 3 شهداء على عرسال، محمد حسن الحجيري للي نسيان اسمه، ومحمد احمد الحجيري للي نسيان اسمه، وحسين كرومبي للي نسيان اسمه، وعلقنا صورهم وبعدنا لحد هلا اماتهم عم يبوسوا بدلاتهم على الحيطان. الجيش اللبناني بالنسبه لنا رمز كبير، رمز كبير ما بينطال. نحن طلاب وطالبات عرسال نؤكد ان ما حصل في عرسال هو حادثه امنيه مريره، ونقدم التعازي لاهالي الشهداء وللجيش اللبناني، ولكن ليس لوحده الوطن، فوحده الوطن اللبناني جبل لا يهزها ريح، ونؤكد ان ليس كل ما ترونه في الاعلام صحيح، وان عرسال هي من البلدات التي قدمت في سبيل الجيش اللبناني الغالي والنفيس، وندعو للمحبه والسلام، ونستنكر ردود الافعال الطائفيه من اي جهه كانت، فعرسال هي جزء لا يتجزا من لبنان.